مبروك لمصر ومبروك للفريق. بس احب اقول لحضرتك ان دي مش اول ميداليه يجيبها منتخب مصر، يمكن دي اول ميداليه للاحتياجات الخاصه. انما احنا على مستوى الدولي الاسوياء عملنا بطولات عالم ما شاء الله كتير، وطلعنا قبل كده ترتيب عام اول وتاني وتالت، وعملنا بدل الميداليه ده باكتر من كذا ميداليه ذهب. اما بالنسبه للاحتياجات الخاصه دي كانت اول مره نشترك فيها، وكان هم ممهد لها من 2012 وقالوا هيعملوها وكانوا بعتوا الشروط ليها. المفترض ان احنا نشترك في كل ايفنت باربع لعيبه، وهم ثلاث ايفنتات او ثلاث مراحل اللي هم موجودين: الاعاقه البصريه والاعاقه الويلشير اللي هي كرسي متحرك والاعاقه الذهنيه. اتعلمت كتير جدا من ولادنا دول، يعني احنا بقالنا كتير بنشتغل معاهم يعني سنين، ولكن فترة المعسكر اللي احنا عدناها هنا في القاهرة قبل ما يسافروا اتعلمنا فعلا منهم حاجات كتير جدا يعني، وتعلمنا فعلا التحدي زي ما بيقولوا، يعني لان احنا بنسميهم ذوي القدرات الخاصة مش ذوي الاحتياجات الخاصة. الاولاد لا يقلوا عن الاصحاء في شيء، لدرجة ان سلمى اول سلام جمهوري لجمهورية مصر العربية كان بسبب سلمى، والعالم كله وقف انتباه زي ما بيقولوا، يقول تحيا مصر بلادي بلادي لك حبي وفؤادي بسبب سلمى، لان دي اول ميداليه خدناها ودي كانت فتحه الخير علينا، وبعديها تتوالت الميداليات ومصر تربعت على عرش العالم في الكاراتيه، ودي حاجه غير مسبوقه. انا لعبة كاراتيه، انا بعت كل حاجه الماس كلها، الماس اللي تبدا نحبه وتوائل وحبه وتبدا كاري وحبه الناس كلها، كل ناس محمد، كل ناس كلها اللي حبه قوي والناس التي قوي. رحت البطولة دي عشان أعمل كاراتيه حلوة، وقبل كده كوكوشو شو وسولشين يصير تحت وعلى حيل عشان أكسب المنادي. مين اللي خليك تلعب الكاراتيه؟ أمي علمني كاراتيه، وكابتن وائل مطلع، وكابتن محمد حمتي، وكابتن محمد كيري، وكابتن هشام. إن شاء الله عشان كاراتيه ما شاء الله شو مثلا تحت ابو رجليك ازاي وحسون تحت بس، وحب الله كويس، حب الله تمام. انا عملت هناك الحمد لله ومبسوط قوي الحمد لله، عشان انا بعيط الحمد لله كده ومبسوط قوي. بتعيط ليه؟ بتعيط ليه؟ لا مش انا مش عايز، انا فرحان عشان انا فرحان طبعا مع كابتن محمد حمدي وكابتن العجالي وكابتن وائل وكابتن مصر قوي. حققت حلمي ونافست ناس مبصرين وقدرت اتفوق، واول بطوله للعالم للمكفوفين في الكاراتيه جبت فيها ترتيب خامس عام، وده حاجه انا فخور بيها. وبحب اشكر ناس كتير، ناس وقفت جنبي، مع احترامي للكابتن هشام اشكر اولا الراجل اللي وقف معايا من 14 سنه الكابتن محمد العكاري، هو اللي مربيني هو اللي علمني كاراتيه. اتحاد الكاراتيه من افضل الاتحادات على مستوى مصر والوطن العربي والوطن الافريقي، احنا عملنا انجازات الحمد لله بفضل الله، يعني كره القدم ما حققتهاش ولا هتحققها مدى حياتها الا ان الاعلام مركز اكثر على كره القدم. فرحه وفخر لان دوت انجاز لم يتم تحقيقه عمره على الاقل على المستوى العربي ولا الافريقي ولا المصري. احنا اخر بطوله عالم كبار كنا مركز سابع، دلوقتي احنا مركز ثاني بفرق ميداليات برونز ذهب وفضه متعادلين مع اليابان، طبعا ده انجاز ما اتعملش قبل كده. فالفرحه اللي عندنا هي فرحه كل المصريين، اللي بنهديها لكل المصريين اللي تعبوا معانا، من اول الوزاره لاولياء الامور للانديه للاعبين لمدربين المنتخب للجهاز الفني لكل الناس. احنا بقالنا سنتين من ساعه بطوله العالم اللي فاتت اللي كانت في فرنسا، صفينا بعديها على طول اللي هي تجارب منتخب، ودخلنا المنتخب جوه وبدانا نصفي تصفيات داخليه ما بيننا لحد ما وصلنا لاخر اثنين هم المنتخب هو اللي هيتقام عليهم، وبدانا نعمل معسكرات داخليه وخارجيه وسافرنا احتكاكات بره كتير، يجي اكتر من 5 6 بطولات على مدار السيزون. معسكرين بالمنتخب ده بقالنا سنتين بنشتغل على الانفيتات الدوليه كلها اللي في النهايه خالص بنعتبرها محكات رسميه علشان خاطر نوصل لبطوله العالم. عايز اقول لمصر وشعب مصر عدد اجمالي الدول اللي كانت مشاركه في بطوله العالم كانت 117 دوله، لك ان تتخيل ان اليابان
صاحبه رياضه الكاراتيه واللي ارسلت رياضه الكاراتيه العالم كله تاتي في المرتبه الاولى ومصر تاتي في المرتبه الثانيه. دجاج لبطوله العالم بقالنا سنه ونص كمان. تمرين طبعا متواصل ومعسكرات متواصله، وكنا في قلبنا اللي احنا ننافس في البطوله على المركز الاول ترتيب عام، وطبعا دي ما حصلتش قبل كده في تاريخ الكاراتيه، وكنا بنتمرن على طول والكلام ده، واشتركنا في كذا بطوله قبل بطوله العالم، عملنا تيست لو كنا بناخد ترتيب عام اول، وبعد كده دخلنا في بطوله العالم ونافسنا الدول كلها. كنا بطوله تلعب في المانيا، بطوله العالم الكاراتيه، ونافسنا المانيا في ارضها وكان الجماهير كلها ليها، واليابان وفرنسا وايطاليا، والحمد لله جبنا ترتيب عام تاني. مبروك لأبطال مصر في الكاراتيه على مستوى الفردي والكاتا والكوميتيه والفرق، تاني عالم بعد اليابان، واليابان فرقت عننا بس بميدالية برونزية، شيماء وجيانا واتنين ذهب للكاراتيه المصري وذهبية الفرق كمان في السيدات، فحاجة محترمة كمان. مبروك لمنتخب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودايما كده بالتوفيق دايما، ويشرفوا مصر بإذن الله، وشباب زي الفل وزي الورد، وحاجة تفرح كده وربنا يكرمهم ان شاء الله. طيب ده كان استقبال منتخب مصر للكاراتيه، وبعد الفوز بالمركز الثاني في بطوله العالم في المانيا بعد المنتخب الياباني قوي جدا، لكن مصر شرفتنا في البطوله واتحاد الكاراتيه والمركز الثاني. دي كاتا فيميل، يعني لعبه الكاراتيه كاتا بالنسبه للسيدات، ودول طبعا ذوي الاحتياجات الخاصه. استقبال كده كنا نتمنى يكون استقبال اكتر من كده كمان ليهم، لكن عائلاتهم بقى واتحاد الكاراتيه استقبلهم. دي طيبه جيانا فاروق، ذهب بطوله عالم في المانيا. تمام، بشكر طبعا زملائي في قناه النهار رياضه والتقرير المميز واستقبال ابطال مصر في مطار القاهره. تعالوا نرجع ونشوف اخبار نادي الزمالك سريعا. بكره هيكون معانا كمان ابطال الكاراتيه ان شاء الله في الاستوديو، معاهم الكابتن هشام منسي المدير الفني. الزمالك النهارده سافر الى الجونه معسكر لمده اسبوع، الفريق اتمرن الساعه 10 صباحا في نادي الزمالك، وبعدين يعني ركبوا الاتوبيس الساعه 12 ونص وصلوا الى الجونه الساعه 5 ونص مساء، وهيتخلل بقى المعسكر بعض اللقاءات الوديه، والزمالك عنده مباراه وديه مع فريق راس غارب، ويمكن باتشيكو عايز ماتشات اقوى من كده. فريق راس غارب من فرق القسم الثاني، بيقول ان يعني باشيكو عايز يلعب ماتشات مع فرق قويه. في اجتماع طارئ في الزمالك النهارده، وبكره هيبقى في بيان من نادي الزمالك ضد رابطه النقاد الرياضيين وضد نقابه الصحفيين، وبرده نفس القصه بالنسبه لنقابه الصحفيين اللي هي احالت ثلاث صحفيين للتحقيق. حضروا امبارح مؤتمر الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. اتجاه في الزمالك للموافقة على إعارة محمد شعبان للنادي المصري. النهاردة محمد أبو جبل ما سافرش مع الزمالك إلى الجونة، معترض على عدم اشتراكه في اللقاءات الأخيرة في الدوري، ووجود أحمد الشناوي كحارس أساسي وأبو جبل مش موجود فزعلان، وقرر مقاطعة معسكر نادي الزمالك. في مسيرة كمان، في مسيرة للصحفيين يوم السبت القادم للنائب العام، لمقر النائب العام طبعا، اعتراضا على يعني الخلافات ما بينه وما بينهم الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. الزمالك انتوا عارفين محمود خالد شيكا لاعب الزمالك الشاب راح الاتحاد السكندري، بس قبل ما الزمالك يوافق على اعاره محمود شيكا نادي الاتحاد، الزمالك مضاه عقد لمده 5 سنين، واللاعب وقع العقد قبل ما ينضم لنادي الاتحاد. طلائع الجيش بيدرس استعاده اسلام جمال بس على عن طريق الاعاره مش البيع والشراء، وطبعا الزمالك اشتراه من طلائع الجيش، بس هو ما بيشاركش مع الزمالك في الفتره الحاليه. طلائع الجيش بيفكر ان هو يرجع اسلام جمال لمده 6 شهور لغايه نهايه الموسم. العميد محمد ابو السعود بيطالب اتحاد الكره بسداد مستحقات ميدو. محمد حامد ميدو ليه 250 ألف جنيه.
كان لجنة شؤون اللاعبين أقرت بحصول أو يعني نادي الإسماعيلي يدفع 250 ألف جنيه لمحمد حامد ميدو مستحقاته عن الموسم اللي فات. فالنادي الإسماعيلي بيقول هو عنده مستحقات في اتحاد الكرة, والنادي الإسماعيلي بيطالب اتحاد الكرة أنه هو يسدد مستحقات محمد حامد ميدو. أن النادي الإسماعيلي دلوقتي مركز أنه هو يدفع لمارك فوتا المدير الفني الهولندي السابق برضو جزء من مستحقاته, كانوا اشتكوا والمهاجم النيجيري جودوين. فبيقول ان يعني صعب جدا النادي الاسماعيلي يلتزم بكل المستحقات دي في وقت واحد, فهيجدولوا المستحقات. الاسماعيلي عدل عقود بعض اللاعبين الصاعدين زي عمر الوحش ومحمد علاء لالا, زود لهم المقابل المادي. شركه نظافه بتحجز على النادي الاسماعيلي بسبب 45 الف جنيه وتهدد بمقاضاه الاستاذ محمد ابو السعود رئيس النادي. جون انطوي في تصريح ليه بيقول مش هلعب في مصر غير للنادي الاسماعيلي, والفتره الجايه بحاول احترف او اسعى للاحتراف في اوروبا. من مصر كمان دخل في مفاوضات مع رضا العزب الظهير الايمن لنادي الزمالك. زي ما قلت لكم ان النادي المصري كان كابتن طارق يحيى قال لنا ان هو عايز ياسر ابراهيم ومحمد شعبان ومحمد عبد المنصف, وبرضه بيفاوض رضا العزب الظهير الايمن. اتحاد سكندري هيلعب مباراه بكره وديه مع نادي فاركو للادويه, احد انديه القسم الثاني في مجموعه اسكندريه. طيب ده بالنسبه لاخبارنا المحليه.